كما اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في العاصمة الأوغندية كامبالا مع معالي السيد نارايان براكاش سعود وزير خارجية نيبال وذلك بمناسبة انعقاد قمة مجموعة دول عدم الانحياز وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين والنيبال في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتنميتها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي المصالح المشتركة بالإضافة إلى مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك